الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بك رغدة. أهلا بك ياسر، وأهلا بكم في نشرة الأخبار، ونبدأها بالعناوين. من باريس، السيسي يؤكد أن مصر ليس لديها ما تخجل منه بملف حقوق الإنسان وأنه مسؤول عن أمن 100 مليون مصري، وماكرون يؤكد أن التعاون العسكري لن يتوقف. المصريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. والنائب ما يوجد. إلى التفاصيل، عقب قمة جمعته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم مناقشة سبل مكافحة الإرهاب والتطرف وتشجيع قيم التسامح بين أصحاب الأديان والثقافات، مشددا على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، وكذلك الفصل بين الدين الإسلامي وبين ما تمارسه بعض العناصر المتطرفة. وأكد الرئيس السيسي أن مباحثاته مع ماكرون تناولت جهود التصدي للخطاب المتطرف بجهد مشترك من قبل المؤسسات الدينية المختلفة في الجانبين. على جانب آخر، فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب، وكراهية الآخر والعنصرية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة. فمهم أوي أن احنا نبقى يعني نتعامل بهدوء وبتوازن مع مشكلة زي مشكلة الإرهاب ديت، رغم أن احنا أكثر من تأثر بها. مصر دفعت ثمنا باهظا لممارسات الإرهاب والتطرف، واستشهد من المصريين، مش بس من القوات الأمنية، لا من كل طوائف الشعب، من كل حتى أشقائنا المسيحيين دفعوا ثمن في مواجهة هذا التطرف اللي بنعاني منه، واللي بقول إن مصر عانت منه أكتر من أي دولة في المنطقة على الأقل. وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية، وفي هذا السياق تناولنا أيضا جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعا. وفي سؤال بشأن حقوق الإنسان، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تفرض أي قيود على التبادلات العسكرية مع مصر بسبب هذا الملف، مشددا على أن فرنسا لا يمكنها أن تفرض رؤيتها على مصر. هذا وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أن مصر دفعت ثمنا باهظا لمواجهة الإرهاب، مشددا على أن الدولة المصرية ليست لديها ما تخاف أو تخجل منه، فمصر تواجه عدوا يحاول إقامة قواعده داخل أراضيها. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن 100 مليون مصري هو مسؤوليته، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لخلق مستقبل أفضل لمواطنيها في ظل منطقة شديدة الاضطراب. هل تعلمون أن احنا لدينا أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي جزء مهم وأصيل جدا في العمل الأهلي اللي احنا بنسعى أن هو يكون شريك للحكومة في مع المجتمع المدني. 55 ألف جمعية مرخص لها بالعمل في مصر. ثم احنا بنتكلم كمان على ان احنا يعني يا ترى كم منهم اشتكى على ان هو لا يتاح له الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع. نحن دولة بها 100 مليون انسان، وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد في السنة. وعايز أقول يعني اهتمامكم بهذا الأمر أمر يعني وكأننا
يعني نقدم وكأننا لا نحترم الناس، أو إن إحنا ما بنحبش مجتمعاتنا، أو إن إحنا ناس قادة يعني عنيفين شرسين مستبدين. والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق أن أنتوا تتكلموا فيه، لا يليق أن أنتوا تقدمونا به، لا يليق أن أنتوا تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أن هي نظام مستبد. هذا الأمر يعني ولا من سنين طويلة فاتت على أن الدولة المصرية والشعب المصري اللي فيه أكتر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله، ده أمر انتهى مش موجود. أنا مش عايز أقول كلام يعني يؤخذ على أنه هو كلام حماسي فقط، ولكن أنا مطالب بحماية الدولة من تنظيم متطرف بقاله أكتر من 90 سنة موجود في مصر، واستطاع أنه هو خلال هذه المدة أنه يعمل مش قواعد بقى في مصر، ده قواعد في العالم كله، في العالم كله. وإذا كنتوا بتتكلموا على أن أنتوا بتعانوا هنا في فرنسا أحيانا من التطرف، فده جزء من الأفكار اللي تم نقلها لبعض التابعين لهم هنا في فرنسا وفي أوروبا. يمكن أنا مطالب أن نحمل 100 مليون، مطالب أن نحمل 100 مليون من المصير. زي كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا إيه؟ وأخبار العراق إيه؟ وأخبار سوريا إيه؟ وأخبار اليمن إيه؟ وأخبار لبنان إيه؟ وأخبار أفغانستان إيه؟ وأخبار باكستان إيه؟ أنا ما عندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة، في منطقة شديدة الاضطراب. شكرا. للمزيد ينضم إلي من باريس عبر الهاتف الأستاذة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية. أستاذة فابيولا مساء الخير. إذن هل يمكن أن تكون هذه هي قمة الجهود الموحدة والنقاط الواضحة، المواقف الواضحة من خلال ما تابعناه في المؤتمر الصحفي بين الرئيسين رئيس السيسي ورئيس ماكرون؟ أستاذة فابيولا هل أنت معنا؟ أستاذة فابيولا بدوي، إذن يبدو أن الأستاذة فابيولا بدوي غير جاهزة الآن. إذن نواصل معكم تقديم الأخبار. وحول أزمة الرسوم الكاريكاتورية، أكد الرئيس الفرنسي أنه لا يمكن لأي رئيس أن يتدخل فيما يتم تقديمه في الكاريكاتور، مضيفا أن ما تم هو تعبير فرد عن رأيه وليس تعبيرا عن موقف السلطات الفرنسية. من جانبه أكد الرئيس السيسي أنه في مصر كان موقف الدولة واضحا بإدانة أي عمل إرهابي ضد أي فرد أو دولة، وأن مصر تدينه تماما. وشدد على أنه من حق الإنسان اعتناق ما يريد، لكن الجميع يحتاج لاحترام القيم الدينية قبل القيم الإنسانية. وقال رئيس السيسي إننا في مصر نحترم القيم الإنسانية لكنها لا تعلو على القيم الدينية، مضيفا أنه عندما يتسبب التعبير عن الرأي في جرح مشاعر الملايين يجب مراجعة هذا الموقف في فرنسا. احنا في مصر كان موقفنا واضح في طبعا الوقوف بمنتهى الحزم والشدة وإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية، أي أرضية نختلف عليها لا يمكن أن تكون مبرر أبدا لعمل إرهابي ضد مواطن سواء أو دولة. ده أمر إحنا أدناه عن طريق الخارجية المصرية وعن طريق الأزهر الشريف كمؤسسة دينية بتتسم بالاعتدال وتقدم الدين الإسلامي كدين وسطي جيد. اللي أنا عايز أقوله في النقطة دي، وأرجو أن احنا أصدقائنا في فرنسا وفي العالم كله ينتبه لها، وأرجو يعني أنا مش هاخد المقاربة بتاعت زميلنا اللي سأل وقال أن احنا يعني ده حق من حقوق الإنسان. عايز أقول هو من حق الإنسان أنه هو يبقى يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن أتصور أن احنا محتاجين نتوقف ونتأمل، وأرجو أن الرسالة دي تصل لكل أصدقائنا في العالم كله مش بس
في فرنسا حتى في منطقتنا، ان مهم قوي ان احنا واحنا بنعبر عن راينا ان احنا ما نقولش من اجل القيم الانسانيه تنتهك قيم دينيه. المرتبه بتاعت القيم الدينيه اعلى كتير من القيم الانسانيه، لان القيم الانسانيه هي قيم احنا اللي عملناها ونستطيع ان احنا نطورها او نعمل لها ترشيد في استخدامها. انما القيم الدينيه دي قيم، اذا كنا بنعترف ان الاديان دي نزلت من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى ربنا، فهي تسمو ومقدسه فوق كل المعاني وكل القيم. وبالتالي اتصور ان التساوي بين قيم انسانيه ونحن نحترمها ونقبلها وبين قيم دينيه يبقى في امر محتاج مننا زي ما اقول بمنتهى الهدوء ومنتهى التوازن من غير ما ننفعل خالص. من فضلكم يعني يتصور يعني اذا كان انك تقول تعبر عن رايك يكون سبب في جرح مشاعر مئات الملايين، وترى ان هذا الامر لا يمكن يعني حتى توجيه مراجعه له. احنا ما بنتكلمش على كل الحريه، ما بنتكلمش على كل التعبير، بنتكلم على النقطه دي بس. ارفض ما تؤمنش، ما فيش مشكله، ده حق، لكن انك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الايمانيه امر. وتصور بالقيم الرفيعه اللي موجوده في فرنسا وموجوده في العالم المتقدم اللي يرفض المساس بحقوق ومشاعر الاخرين، ان هو يجرح مئات الملايين ويهينهم في دينهم، اتصور ان ده موضوع محتاج بالراحه وبهدوء ان احنا نفكر فيه ونراجعه يعني. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا من باريس دكتورة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية. بعد التحية دكتورة فابيولا، العديد من الملفات على طاولة محادثات الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، كيف طاري التقارب المصري الفرنسي في هذه المحادثات وهذه الأجندة الممتلئة بالعديد من الموضوعات؟ يعني مساء الخير. أولا، هو بشكل عام دائما وأبدا هناك تقارب مصري فرنسي على كافة الأصعدة، سياسيا اقتصاديا ثقافيا تعليميا فكريا أيضا. ولكن بطبيعة الحال أي بلد يعني تجمع بينها صداقة مع الآخر يتسع والحميمية. دكتورة فابيولا، يبدو أننا فقدنا مشاهدينا الاتصال بالدكتورة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية من باريس، وسوف نعاود الاتصال بها كلما أمكننا ذلك. أكد الرئيس السيسي أنه بحث مع الرئيس ماكرون أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وكذلك أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية لمصر في ظل التدابير المشددة لمواجهة فيروس كورونا. وأشار الرئيس السيسي إلى أن معدلات الإصابة في مصر أقل بكثير، مؤكدا أن معدلات الإصابة في المقاصد السياحية تكاد تكون منعدمة. عربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرضت من جانبي الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة، والتي نجحت مصر باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم. كما أشار الرئيس السيسي لأن الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط والشرق المتوسط حازت أهمية كبيرة في مباحثاته مع الرئيس ماكرون، وشدد على أن القاهرة وباريس متفقتان على أهمية تصدي المجتمع الدولي للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية في الشرق المتوسط، وضرورة التصدي لتلك الدول التي تدعم الإرهاب وتوفر ملاذا آمنا له. حازت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط
ومنطقة الساحل الإفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة، في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة. واتفقنا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة. وفي السياق المتصل، أكدنا ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على أهمية تهيئ المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس. وشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية. وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوى الأجنبية من ليبيا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5. من جانبه، أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الشراكة الاستراتيجية تبع مصر ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد ماكرون أنه بحث مع الرئيس السيسي سبل الوصول لحل دبلوماسي وسياسي مستدام، وأثنى على جهود الأمم المتحدة والتقدم الذي حدث في الأشهر الماضية. وقد انتقد ماكرون القوى الإقليمية التي قررت أن تجعل من ليبيا مسرحا لها، مشددا على ضرورة وقف التدخل الخارجي، مؤكدا أن المرتزقة الأتراك لا يزالون موجودين في ليبيا. كما شدد الرئيس ماكرون على أن دور مصر حيوي ومهم لحل الأزمة الليبية. وأكد الرئيس الفرنسي رفضه قبول الوضع الحالي بشرق المتوسط وانتهاك سيادة الدول، مشددا على ضرورة التعاون لجعل منطقة شرق المتوسط أكثر أمنا واستقرارا. وفيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، أكد ماكرون ضرورة دعم الشعب اللبناني لتجاوز أزمته. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار رئيس فرنسا إلى أنه يوجد كثير من الشركات الفرنسية في مصر، مؤكدا ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية لصالح الدولتين، مشيرا إلى عزم البلدين لتوقيع اتفاقيات في هذا الصدد. كانت قمة مصرية فرنسية قد عقدت بقصر الإليزيه، جمعت رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون. تناولت المباحثات عددا من القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الملف الليبي وجهود حل الأزمة هناك والقضية الفلسطينية، وكذا التحديات بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. كما بحث الزعيمان السيسي وماكرون كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل صباح اليوم إلى قصر الإليزي في ثاني أيام زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي. وقد استقبله الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لدى وصوله قصر الإليزي، واستعرض الرئيس السيسي حرس الشرف الذي اصطفى لتحياته، كما عزفت الموسيقى العسكرية بترحيبا بالرئيس السيسي. وقد ازدانت الميادين والشوارع المحيطة بقصر الإليزي على مصر وفرنسا بمناسبة زيارة الرئيس السيسي. تغريدة له على موقع تويتر، أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد رئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، مضيفا أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كذلك تبادل الرؤى حول القضايا المشتركة وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة.
هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع السيدة فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية لبحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة. من جانبها أعربت بارلي عن تطلع بلادها لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، والتي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي. هذا ونظمت الجالية المصرية في فرنسا وقفة ترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي قرب مقر إقامة الرئيس. وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المؤيدة لمصر وللرئيس السيسي والأغاني الوطنية رافعين العلم المصري. على الموعد دائما أبناء الجالية المصرية في أرجاء الدنيا يدعمون ويساندون قيادتهم السياسية وتحركاتها لمصلحة الوطن مع كل دول العالم، وهذه المرة من فرنسا، حيث اصطف أبناء الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس السيسي حاملين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى فرنسا. الحفاوة التي قوبل بها الرئيس السيسي لدى وصوله إلى باريس من قبل المسؤولين الفرنسيين قابلتها حفاوة أخرى من أبناء مصر في فرنسا، وكأنهم يوجهون رسالة قوية بأن مصر كلها تقف خلف قيادتها السياسية لبناء الدولة الحديثة وعلاقات دولية متميزة مع دول العالم أجمع وفي القلب منها باريس. تحيا مصر. فباريس التي تربطها بالقاهرة علاقات قوية ومتشعبة على الأصعدة كافة، استراتيجية واقتصادية وثقافية، وفي المقدمة السياسية. الرئيس السيسي استطاع خلال فترة وجيزة بناء علاقات ثقة مع الجانب الفرنسي أثمرت العديد من صور التعاون التي عززت العلاقات المصرية الفرنسية، نتائج لمسها أبناء مصر في كل مكان، فكانت وقفتهم الداعمة والمساندة لمصر في جميع المحافل الدولية. حمد العربي، التلفزيون المصري. العلاقات المصرية والفرنسية ليست حديثة العهد بل امتدت لعقود شهدت خلالها تطورا كبيرا في كافة المجالات، وهو الأمر الذي تعكسه الزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين. هذه الزيارات المتبادلة تشهد توافقا في الرؤى بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز العلاقات المتميزة والوطيدة بين القاهرة وباريس. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تناغما شديدا وترابطا عكسته الزيارات المتبادلة للرؤساء ورؤساء الوزارات وكبار المسؤولين بين البلدين، شهدت كلها تقاربا في وجهات النظر حول القضايا الثنائية المهمة. هذا التقارب الذي يأتي تواصلا للروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصرية والفرنسي، والتي تعود بجذورها لقرون، شهدت خلالها العلاقات المصرية الفرنسية تطورا كبيرا في المجالات كافة. توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التي رفعت العلاقات بين البلدين إلى حد الشراكة الاستراتيجية. ومع تولي الرئيس إيمانويل ماكرون مسؤولية بلاده، تنوعت محاور التعاون الثنائي، كان أبرزها في مجالات مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وتجارة المخدرات والسلاح. اللقاءات المتوالية بين القاهرة وباريس شهدت توافقا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية وغيرها من القضايا الإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط. أسفر التعاون الاستراتيجي بين البلدين عن العديد من الصفقات العسكرية الناجحة. قامت فرنسا بموجبها بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام
كذلك استطاعت مصر الحصول على حاملتي المروحيات من طراز مسترال عام 2016، وشهدت السنوات الماضية كثافة ودورية في المناورات والتدريبات المشتركة بين مصر وفرنسا لتزداد العلاقات رسوخا بين البلدين. اقتصاديا، فإن المشروعات المشتركة تكشف عن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر التي تقدر بأربعة مليارات يورو، أبرزها إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 26 ميجا وات بأسوان ومحطة رياح خليج السويس، إضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات النقل. وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس لبحث القضايا المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. تواصل مراكز الاقتراع استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية بقرى ومدن محافظات المرحلة الثانية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها جولة إعادة المرحلة الثانية التي يحسم من خلالها التشكيل النهائي للمجلس، انطلقت فعاليتها في تمام التاسعة صباحا في 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء وشمالها، حيث يتنافس في هذه الانتخابات 200 مرشح واثنان على 100 مقعد وواحد في 52 دائرة انتخابية، حيث لم تحسم أي محافظة من المحافظات 13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى، حسم منها فقط 41 مقعدا بالنظام الفردي بالجولة الأولى من أصل 142 مقعدا. عملية التصويت تستمر حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا. وعلى الرغم من سخونة المنافسة بين هؤلاء المرشحين للفوز بمقاعد مجلس النواب، إلا أنه تم التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا التي تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال عملية الاقتراع التي تستمر على مدار يومين، كذلك إلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من المواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين. هذه الجولة يحق فيها التصويت لقرابة 31 مليون ناخب، وتجري كالعادة في ظل إشراف قضائي كامل. القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية تأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقار اللجان. وبمحيط مراكز الاقتراع انتظمت الخدمات الأمنية، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توافر كافة سبل الراحة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين فيها. تم تزويد اللجان بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة للتيسير على كبار السن ومتحدي الإعاقة. وعلى الرغم من هدوء العملية الانتخابية في هذه الجولة وقلة المشاركين فيها بشكل عام مقارنة بنسبة الإقبال بما سبقها من جولات، إلا أن بعض الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات شهدت إقبالا ملحوظا، خاصة في تلك المحافظات التي يغلب عليها العصبيات والنظام القبلي. وكالمعتاد سيطرت السيدات على المشهد الانتخابي لتؤكدن الحرص على المشاركة في الحياة السياسية. هذه الجولة من المقرر إعلان نتيجتها النهائية في 14 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاث الماضية،
من إجمالي 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السري المباشر بنظامي الفردي والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، حق دستوري مهم لجميع المواطنين تمثله العمليات الانتخابية. المشاركة فيها إنما تعكس الروح الوطنية العالية والحرص على الوطن والمحافظة على مقدراته. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. ونقترب أكثر من المشهد الانتخابي مع مراسلينا منذر أبو دوح مراسل أخبار مصر بالهيئة الوطنية للانتخابات، وأحمد بكير مراسل أخبار مصر بكفر الشيخ. نبدأ معك منذر، أهلا بك، وماذا لديك بشأن متابعة سير العملية الانتخابية؟ تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل غرفة العمليات داخل الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بمتابعة عملية الاقتراع في 13 محافظة منذ صباح اليوم، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. وكنا قد تابعنا تطبيق الإجراءات الاحترازية وتأكيد رئيس الهيئة مع تواصله في خلال تواصله مع قضاء المسؤولين والمشرفين على العملية الانتخابية بأهمية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية، وكذلك ارتداء الكمامات لكل من يتعامل داخل المقار الانتخابي والخاصة بعمليات الاقتراع. هناك إجراءات قانونية يطمئن دائما على تأكيدها وداخل العملية الانتخابية لضمان سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية. غرفة العمليات كانت قد بدأ عملها منذ عدة أيام قبل عملية الاقتراع التي بدأت في خارج مصر في 124 دولة والتي تنتهي اليوم بالنسبة للمصريين بالخارج. وكذلك كانت غرفة العمليات قد اطمأنت لوصول الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية للقضاء المشرفين على العملية الانتخابية بالأمس ووصولهم إلى المقار، وهذا ما تابعناه في صباح اليوم مع عمليات الاقتراع وبدايتها في الساعة 9 من صباح اليوم واستمرارها على مدار الساعات الماضية. وكذلك التواصل إذا كانت هناك في شكاوى، وخاصة أن غرفة تم وضع رقم الخط الساخن لغرفة العمليات وهو 19826 في حالة إذا كانت هناك شكاوى من قبل المواطنين أو المشاركين في العملية الانتخابية للتواصل مباشرة مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن وفقا لتصريحاتهم لم ترد إليهم إلى الآن أي شكاوى تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. نعم، نتحول إلى محافظة كفر الشيخ وأحمد بكير مراسل أخبار مصر. أحمد أهلا بك وماذا لديك؟ تحية طيبة إليك ياسر ولمشاهدي التلفزيون المصري الكرام. انطلقت بالفعل في تمام الساعة 9 العملية الانتخابية هنا لمرحلة الإعادة في الجولة الثانية منذ الساعة 9، وحتى هذه اللحظات نتحدث من مركز ومدينة كفر الشيخ منذ الساعة 9 وحتى الساعة 3 فترة الراحة كان الإقبال أقل من المتوسط. كان هناك بعض من الموظفين الذين رغبوا في الإدلاء بصوتهم قبل الذهاب إلى مقر عملهم. منذ الساعة 3 وحتى هذه اللحظات بدأ الإقبال في التزايد عكس الفترة الصباحية. نتحدث من مركز ومدينة كفر الشيخ والوضع بها مختلف تماما وكليا عن 228 قرية، الوضع بهم مختلف منذ الساعة 9 صباحا. هناك إقبال أكثر من المتوسط، ومن بعد فترة الراحة زاد الإقبال أكثر من الفترة الصباحية. تشهد هذه القرى منافسة قوية ما بين المرشحين. نتحدث في محافظة كفر الشيخ عن كتلة تصويتية تبلغ 2,350,000. هذه الكتلة التصويتية تقوم بالانتخاب في 4 دوائر رئيسية على 10 مقاعد. الدائرة الأولى التي نتحدث منها دائرة كفر الشيخ إلين والتنافس بها على 3 مقاعد، والدائرة الثانية دائرة سيدي سالم والرياض والتنافس بها على 2 مقاعد، والدائرة الثالثة دائرة بيلة والحمول والتنافس بها على 2 مقاعد، والدائرة الرابعة والأخيرة. ما فقدنا الاتصال بأحمد بكير من محافظة كفر الشيخ وسوف نتابع معه مرة أخرى. بنشكر زميلنا منذر أبو دوح من غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وأشكر أيضا زميلي أحمد بكير من محافظة كفر الشيخ.
وقد أدلى رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمقر لجنته بالجامعة العمالية. وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس النواب أن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية رسالة مهمة للداخل والخارج، خاصة في ظل تحدي فيروس كورونا. وجه رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات، وشدد على أن التحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب. وأضاف الدكتور عبد العال أن البرلمان السابق كان استثنائيا وقام بصياغة البنية التشريعية، مضيفا أن التحديات التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة ومنها قانون المحليات. ما زلنا نتابع معكم سير عملية التصويت على الأرض، وينضم إلي من الغربية موفد أخبار مصر كريم كمال. كريم، أهلا بك، تفضل لتقدم لنا ما لديك. نعم، بعد التحية زميلاتي العزيزة، بالفعل تستمر عملية التصويت هنا في محافظة الغربية. للتذكرة فقط 28 مرشحا يتنافسون على 14 مقعدا في 7 دوائر انتخابية. عملية التصويت ما زالت مستمرة في عدد من دوائر محافظة الغربية، من حيث نسبة الإقبال الأكثر إقبالا من المواطنين على الدوائر الانتخابية. نتحدث عن دائرة أول المحلة ودائرة مركز المحلة الكبرى الأكثر إقبالا من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وحتى بعد انتهاء ساعة الراحة. ما زالت عملية التجديد على الإجراءات الاحترازية من قبل رجال وزارة الداخلية، بالتجديد على ارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين إلى اللجان الانتخابية، هذا بالإضافة إلى عملية التعقيم المستمرة لمقر اللجان الانتخابية. نتحدث أيضا على تواجد سيارات وزارة الإسعاف أمام عدد من اللجان الفرعية هنا في محافظة الغربية كإجراء احترازي وإجراء طبي. دعيني أحدثك عن أن هناك وعي كبير من المواطن هنا في محافظة الغربية بأهمية النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام في مرحلة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عام 2020. هناك طموحات وهناك أهداف وهناك أيضا العديد من الأمور التي تقع على عاتق النائب الذي سيمثل هنا محافظة الغربية في البرلمان القادم من خلال توفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستمرار في عملية تطوير عدد من القطاعات الهامة هنا في محافظة الغربية، على سبيل المثال قطاعات الإنشاء وأيضا تطوير عدد من المحاور الرئيسية هنا في المحافظة والطرق والكباري، بالإضافة إلى أن مدينة طنطا على موعد إنشاء مستشفى الصدر قريبا، وأيضا بالإضافة إلى إعادة تطوير عدد من المنشآت الصحية هنا في إطار النهوض بمنظومة قطاع الصحي هنا في محافظة الغربية. أخيرا، عمال غزل المحلة أو عمال مدينة المحلة الكبرى، هناك العديد من المطالب من خلال عملية إعادة فتح عدد من المصانع لاستمرار عملية الانتاج في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن كان هناك 4400 مصنع تم افتتاحه منذ 3 سنوات، استمرار عملية افتتاح المصانع بالمنطقة اللوجستية. كل هذه الأمور بتصب في مصلحة المواطن بشكل عام هنا في محافظة الغربية. فكما أكدت إليك بأن هناك طموحات كبيرة، هناك العديد من الأمور التي تقع على عاتق النائب الذي سيمثل المحافظة في البرلمان القادم من أجل توصيل صوت الشباب وتوصيل صوت المواطن هنا في المحافظة لصناع القرار والحكومة من أجل تنفيذ ما يتمنونه من النهوض بالمحافظة. بالعودة إلى عملية التصويت، ما زلنا في استقبال المواطنين من مختلف الدوائر الانتخابية. عملية التصويت هنا في مدينة طنطا نستطيع أن نقول أنها بيئة جيدة جدا عقب انتهاء ساعة الراحة، وأيضا إقبال المواطنين على اللجان نستطيع أن نرصده بالجيد. النسب الأكبر إقبالا من المواطنين المرأة والشباب وذوي الهمم يتصدرون المشهد في هذا العرس الديمقراطي الهام. أخيرا،
رجال وزارة الداخلية يعني دورها ما زال مستمر منذ بداية التصويت في منذ بداية المرحلة الثانية في محافظة الغربية لتأمين مقر اللجان الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن أو ذوي الهمم في معرفة أماكن لجانهم. هذا كل ما لدينا، شكرا وعودة عليك رغم. شكرا لك كريم كمال، موفد أخبار مصر إلى محافظة الغربية على كل هذه التفاصيل. وأذهب إلى محافظة المنوفية وينضم إلي موفد أخبار مصر أحمد نبيل. أحمد أهلا بك، إذن كيف تبدو الأمور في الفترة المسائية لعملية التصويت لديك؟ أحمد مرة أخرى أعيد عليك سؤال، كيف تسير لديك عملية التصويت في الفترة المسائية وما رصدته خلال عملية التصويت منذ الصباح وحتى الآن؟ نعم رغدة، بعد التحية، هنا في محافظة المنوفية هنالك المزيج الإيجابي ما بين مشاركة جميع الفئات العمرية هنا في محافظة المنوفية. بالنسبة لجولة الإعادة هنا في المحافظة، المزيج هذا الإيجابي حدث فيه الخلط على مدار الساعات ساعات النهار وصولا إلى ما يقترب من غلق باب اللجان قبل 4 ساعات من غلق اللجان تقريبا أو أكثر، سواء كان ذلك المشاركة من كبار السن أو من الشباب وكذلك من الجنسين رجال ونساء. هذا المشهد والتنوع الإيجابي الكثير فيه على مدار الساعة حدث على مدار الساعة، لم يكن وليد الصدفة ولم يكن في الساعات الأولى مختلفا عنه في منتصف النهار أو حتى في هذه الساعات، ولكن على مدار اليوم مزيج مختلف من جميع الفئات العمرية المشاركة في محافظة المنوفية في هذه عملية الانتخابات. الاقتراع والذي يحق له التصويت من قبل ما يقترب من 2,700,000 ناخب وناخبة هنا في المحافظة، بالنسبة لست دوائر يتم التنافس داخل هذه الدوائر على 11 مقعد، كل دائرة لها نصيب مقعدان عدا دائرة الباجور، مقعد واحد يتم التنافس عليه من قبل 2 من المرشحين. مجموع المرشحين في الست دوائر الذين يتنافسون على مقاعد الإعادة هم 22 مرشح مقسمين ما بين 8 مرشحين لحزب مستقبل وطن إضافة ل 11 مرشح مستقل ومرشح لكل من هذه الأحزاب الآتية أسماؤهم سواء الحزب الجمهوري أو الحرية أو المصري الديمقراطي. التنافس في هذه المحافظة وما يحق لهم التصويت يأتون إلى ما يقترب من 926 لجنة فرعية موزعة في محافظة المنوفية داخل ما يقترب من 512 مقر انتخابي. بالنسبة لعناصر أخرى للمشهد الانتخابي هنا في محافظة المنوفية، والعنصر الأكثر أهمية بالنسبة لقدوم الناخب إلى اللجان المختلفة وهو تعقيم وتطهير اللجان، من يوم الجمعة الماضي أي قبل 3 أيام تم التكليف من قبل محافظ المنوفية لرؤساء المدن لمتابعة الحية والمستمرة لكل اللجان الفرعية وكذلك البقار الانتخابية والتطهير والتعقيم على مدار 3 أيام مضت من يوم الجمعة وحتى قبل بدء عملية الاقتراع. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ولكن على مدار الساعة في أول أيام الإعادة هنالك جمعيات تطوعية تجوب اللجان الفرعية المختلفة وتقوم بتطهير كل ما يتم الاحتكاك معه من قبل الناخب أو من قبل المؤمنين للجان الانتخابية أو أي من الأفراد الموجودين داخل المقر الانتخابي. يتم ذلك على مدار الساعة ليس في عاصمة المحافظة، ولكن أيضا يختلف يتشابه الأمر مع بقية المدن والقرى بالنسبة لمحافظة المنوفية. بالنسبة للإقبال، وإن كان هنالك دايما الغلبة بالنسبة للقرى عن المدن، إلا أن المشهد المسيطر على فكرة الإقبال هو المزيج الذي تحدثنا عنه وهو مشاركة جميع الفئات العمرية. يتم كل ذلك تحت إشراف قضائي لكل قاضي لكل لجنة حتى لا يتم أي من التزاحم، وهو ما حدث بالفعل. هنالك أريحية كاملة لكل ناخب أو ناخبة يأتون إلى اللجان الفرعية، وبالتالي وقت قصير يقضونه داخل اللجنة في تأمين كامل لهم وأريحية لوضع الصوت والخروج مرة أخرى من اللجان الفرعية. كل ذلك أيضا يتم تحت إشراف من قبل قوات الشرطة المدنية التي تؤمن انتخابات الإعادة في المنوفية، سواء كان ذلك بالنسبة لداخل اللجان الفرعية والمقال الانتخابية واللجان العامة أو عن طريق أنهم يجوبون الشوارع للتأكيد على انسيابية الحركة المرورية وكذلك التأمين الكامل لكل من شوارع محافظة المنوفية حتى الآن، وبالتالي ليس هنالك أي من التعقيدات أو المعوقات التي تؤثر بالسلب على عملية الانتخاب هنا في المحافظة. شكرا لك أحمد نبيل لموفد أخبار مصر إلى محافظة المنوفية على كل هذه المعلومات.
وقد أدلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بصوته في جولة الأعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمقر لجنته بالجامعة العمالية، وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس النواب أن نجح مصر في الإجراء الانتخابات البرلمانية رسالة هامة للداخل والخارج، خاصة في ظل تحدي فيروس كورونا. وجه التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات، وشدد على أن التحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب. وأضاف الدكتور عبد العال أن البرلمان السابق كان استثنائيا وقام بصياغة البنية التشريعية، مضيفا أن التحديات التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة، ومنها قانون المحليات. وقد حفلت انتخابات مجلس النواب في الجولات الثلاث من المرحلتين الأولى والثانية بالعديد من المشاهد التي رصدتها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة. تلك المشاهد التي عكست حرص شرائح المجتمع أو المواطنين المختلفة على الإدلاء بأصواتهم، كما مثلت إشارة على ارتفاع الوعي لدى الناخب المصري بأهمية مشاركة في الاستحقاقات الدستورية. مصر تستطيع، قالت عن نفسها، ومصر استطاعت، شهد لها العالم. واحدة من كثير ما استطاعته مصر حديثا هي إجراء ثلاث جولات من انتخابات برلمان 2020، وكانت ناجحة بامتياز وفق شهادات منظمة العالم المعنية بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات. في الوقت ذاته ألغيت الانتخابات في 73 دولة حول العالم بسبب جائحة كورونا. ثلاث جولات انتخابية شارك فيها ما يقارب 30% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، والتي جرت تحت إشراف قضائي كامل بموجب قاد لكل لجنة فرعية، والتي بلغت 19708 لجنة فرعية و143 لجنة عامة على مستوى الجمهورية. جرت الانتخابات على النظامين الفردي والقائمة، حيث حصدت القائمة الوطنية مقاعدها 284 من الجولة الأولى دون دخول أي من دوائرها جولة الإعادة، بينما لم ينجح إلا القليل من المرشحين على المقاعد الفردية من حسم السباق من المراحل الأولى، حيث فاز فقط في الجولة الأولى من المرحلة الأولى 32 مرشحا على المقاعد الفردية، واكتملت المقاعد 141 في جولة الإعادة. أما المرحلة الثانية والمنتظر جولة الإعادة بها في 7 و8 من الشهر الجاري، فتجرى الإعادة على المقاعد الفردية فقط بعد حسم القائمة الوطنية كامل مقاعدها بالأغلبية المطلقة من الجولة الأولى. ثلاث جولات تابعتها منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، ثلاثة مجالس حقوقية، 51 مؤسسة إعلامية محلية، 151 مؤسسة إعلامية دولية، 56 منظمة محلية، 14 منظمة دولية، وهذه الأخيرة التي شهدت بسير العملية الانتخابية وفق ما سطر في كتب الديمقراطية العالمية والقواعد الدولية المنظمة لعمليات الاستفتاءات والانتخابات. فمنظمات العالم المختصة تراقب عن قرب وكثب التفاصيل، ولا تعرف عينها المجاملة، ولا يعرف لسانها تزيين الوصف والكلام أو جمل الإسهاب البراقة، بل تقرير ونقاط. فمثلا بحسب البعثة الدولية المشتركة التي ضمت 17 دولة أوروبية وعربية وإفريقية وأسيوية، قالت: وفرت الحكومة المصرية كامل الأمان للناخب كي يدلي بصوته بعين رجال أمن ترعى من ينزل من بيته ليضع صوته في الصندوق ويعود بسلامة. لم تتدخل الأجهزة الحكومية في المسار الديمقراطي من قريب توجيه الناخب أو بعيد شبهة تزوير. توفير سبل الراحة لكبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة ما جعل إقبالهم يفوق غيرهم. توفير كل ما يحمي ويقي الناخب شر الإصابة بكورونا، ضيف العالم الثقيل منذ عام، والذي تسبب كما أسلفنا في إلغاء الانتخابات ب73 دولة. بملء الفيه إذن وثقة المجتهدين، قالت مصر إنها تستطيع واستطاعت، ويقول الواقع وما تم من إنجازات في قياسي وقت إنها لن تستطيع فقط إتمام الجولة الثانية من انتخابات محافظات المرحلة الثانية لمجلس نوابها بنجاح كالعادة، لكنها أيضا ستستطيع أن تعود مصر التي كانت درة تاج العالم وذهبية شمسه منذ أن أشرقت على الدنيا، فكما كان الأمس ليس ببعيد فإن الغد أقرب. حازم كمال، التلفزيون المصري.
وكعادتها سجلت المرأة المصرية حضورا كبيرا خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية، وضربت مثلا رائعا بحسب المراقبين في الحرص على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية التي ترمي إلى بناء مؤسسات الدولة كافة. هي في ذاتها مجتمع كامل الأركان، يزن مسار الأسر ويمتد الأمر للمجتمعات والدول. المرأة في مصر، ظهر اهتمام الدولة بالمرأة المصرية جليا في السنوات التي تلت ثورة يونيو بالذهاب إلى دستور 2014 14 مادة تحفظ حقوق المرأة، في المادة 11 7 حقوق لها، بدءا من المساواة انخراطا في حقها في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بالإضافة لرعايتها وحمايتها من أي عنف أو تمييز، وصولا لتمثيل مناسب في المجالس النيابية. هذا التمثيل وضع للمرأة في مجلس النواب نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي المقاعد، نسبة فيها الكثير من رد الجميل، وكذا الدلالة على أهمية المرأة في إبداء الرأي في مناحي حياة الدولة المصرية الحديثة. وقبل هذه النسبة التي خصصت للمرأة في البرلمان، مرت سنون عديدة شاهدة على أن المرأة المصرية في الصفوف الأولى، كالصف الأول في ثورة 19 المطالبة باستقلال الوطن، وعام 1923 حيث ميلاد الاتحاد النسائي المصري، وغير ذلك عبر سنين مضت تؤكد وتبرهن أهمية المرأة، إلى أن رأى الجيل الحديث المرأة المصرية في الثورات حيث تصحيح المسار في ثورة يونيو والمشاركة القوية للنساء. ومع كل الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الثورة، كانت المرأة ولا تزال في الصف الأول وبقوة تضع صوتها وتشحذ الهمم نحو بناء هذه الدولة ووضعها في مصاف الدول التي تريد أن تنهض. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. وفيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج، توصل السفارات والقنصليات المصرية تلقي مظاريف التصويت البريدي في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لليوم الثالث والأخير، وتستمر لجان في مقر السفارات والقنصليات في تسلم المظروفات حتى الساعة 9 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن زيارته لعدد من المشروعات واستعراض الدراسات التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه تستهدف متابعة الدور المهم الذي تقوم به المراكز البحثية في تحقيق أهداف التنمية، مؤكدا إيمان الدولة العميق بأهمية البحث العلمي. جاء ذلك خلال تفقد مدبولي عددا من المشروعات واستعراض الدراسات التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده ووحداته البحثية بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية. زيارة للمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، رئيس الوزراء تفقد عددا من المشروعات وتابع الدراسات التي يقوم بها المركز لتطوير إدارة الموارد المائية وحسن التخطيط للمستقبل في ظل التحديات التي تواجه المياه على مستوى العالم. فلدى المركز 12 معهدا بحثيا في مختلف تخصصات وزارة الموارد المائية والري، إضافة إلى المعامل المركزية التي حازت مؤخرا على شهادة الأيزو. وتجول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي داخل المركز حيث اطلع على أحدث سبل الري وتوفير المياه، بالإضافة إلى نموذج هيدروليكي لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج في تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة. واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل منظومة رصد التعديات على الأراضي الزراعية في شرقية وكفر الشيخ ودمياط. وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح أيضا عن نموذج لتبطين وتأهيل الترع ضمن أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع وضمان أيضا عدالة توزيع المياه بين المزارعين. وتفقد رئيس الوزراء يرافقه وزير الموارد المائية والري وحدة معالجة الصرف الصحي المدمجة، واستمع لشرح تفصيلي حول عمل الوحدة التي أنشأها المركز والتي تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة والاستفادة من المياه بعد المعالجة في ري المساحات الخضراء وإمكانية تنفيذ هذا النموذج بالقرى المحرومة من الصرف الصحي مع صغر حجم المحطة والإنشاءات المطلوبة لتنفيذها. تابع لكم جولة رئيس مجلس الوزراء، حماد العربي للتلفزيون المصري.
في إطار توجه الدولة لفض التشابكات المالية بين الجهة الحكومية وتطوير منظومة السكك الحديدية، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية. استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتأكيد على ضرورة وضع خارطة طريق وتصور بشأن إجمالي مديونيات الهيئة وآليات التعامل معها. أكد الاجتماع أهمية هيئة السكك الحديدية وجهودها في خدمة ملايين المصريين، ما يجعل من الضروري العمل على تقوية موقفها وحل مشكلات الخسائر المتراكمة عليها. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من الآليات لتسوية مديونيات الهيئة لدى بعض الجهات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وأوضح المركز في بيان له أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى استمرار كافة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين كما هي دون المساس بها. ولفتت الوزارة إلى تقديم الدولة حزمة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين لتخفيف في تداعيات أزمة كورونا من خلال منح القطاعات المتضررة عددا من التيسيرات والمزايا، منها الإعفاء المؤقت من سداد بعض المستحقات الضريبية بعد في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. حددت مواد القانون طاقة سريانه على كل من عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها. وفي كلماتها أمام لجنة استماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن رئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، مؤكدة أنه أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر للقدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. ختم النشرة ونذكركم بأهم ما عرضنا. من باريس، السيسي يؤكد أن مصر ليس لديها ما تخجل منه بملف حقوق الإنسان وأنه مسؤول عن أمن 100 مليون مصري. وماكرون يؤكد أن التعاون العسكري لن يتوقف. المصريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. ويمكنكم متابعة البث الحي لنشرتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر الموقع الإلكتروني masbiro.eg. شكرا رغدة. شكرا لك ياسر، وشكرا لمتابعة النشرة، ولكن التغطية ما زالت مستمرة فابقوا معنا.